طيب بسم الله الرحمن الرحيم. How to use Fluke power analyzer 434 series 2. الفريق ما بين 434 و 434 دبل اي اللي هي الخاصية بتاعت الريكوردينج، انه الدبل اي فيه خاصية بتاعت لوجين بالنسبة لي الباور كواليتي باراميتر. طيب نحن حاليا مستخدمين سوفت وير فلوك باور لوج 5.0، عاملين بنتحكم في الجهاز ريموتلي، عاملين كوميونيكيشن يو اس بي مع الجهاز فبنتحكم فيه ريموتلي. فدي الشاشه، فدي الجهاز كامل بيعرض لينا، بنقدر نتحكم في الجهاز من الكمبيوتر. طيب اول نقطه في الباور كواليتي انالايزر، في استخدام الباور كواليتي انالايزر اللي هي الحته بتاعت السيتنج، نحن اول نقطه لازم ناكدها السيتنج. ففي السيتنج فبنخش على سيت اب، نضغط سيت اب. سيت اب يهمنا المانيوال سيت اب، المانيوال سيت اب بنستخدم الفاكشن. طبعا هنا عندنا اف 1 اف 2 اف 3 اف 4 اف 5، فاكشن كي هتكون قصاد الفاكشن دي، وعندنا البطن بتاع السيت اب والميموري تعمل ريكول لحاجه انت مسجله، وسيف سكرين زي مثلا سكرين شوت، وعندنا سكوب بيعرض لنا الفيزر دياجرام والويف بالنسبه للفولتج والكرنت، المنيو القائمه الرئيسيه هنتعرض عليها، واللوجين ده هنا الزر بتاع الباور اون اوف، ده هنا عندنا انتر، ده هنا الضوء الخلفي الباك لايت، عندنا هنا الاسهم اب داون ارو، عندنا رايت ليفت. طيب في السيتنج نخش على نضغط اف 4 نخش على المانيوال سيت اب. طيب المانيوال سيت اب يهمنا اول حاجه الكونفيجريشن، الكونفيجريشن بتاعتنا، نحن مستخدمين 3 فيس كونفيجريشن ويز نيوترال ام سنجل فيس وات ايفر، فبنضغط على انتر. طبعا هنا عملينا هايلايت على الكونفيجريشن، نضغط انتر بنختار الكونفيجريشن. عندك بي 1 بي 2 بي 3 دي كلها فيها كونفيجريشن، احنا عاده بنستخدم ال 3 فيز 4 واير ويز نيوترال، والنيوترال وانس انه جراوندد او نوت جراوندد. طبعا الكلام ده ريليتد للهاردوير، نحن في النهايه عندنا 4 سي تيز و4 و5 ليدز للفولت. السي تيز حيكون لاين 1 لاين 2 لاين 3 والنيوترال. السي تيز بتاعته هي فليكسبل لحد 6000 امبير، في كذا نوع بتاع سي تي عندهم، نحن النوع اللي عندنا لحد 6000 امبير، وطبعا الخري بتاعه ملي فولت، ملي فولت، فممكن انا اوصل السي تي بعد كده يوصل في الجهاز، يعني ما زي الكونفشنال سي تي انه مفترض ما اعمل اوبن سيركت بالنسبه للسكندري. بالنسبه للفولتج لاين 1 لاين 2 لاين 3 والنيوترا والايرث، الايرث عشان نقيس الفولتج ديفرنس بين نيوترال اند ايرث. تمام دي بالنسبه للكونكشن كهاردوير و configuration في الجهاز، فبنضغط انتر. دي مفترض تكون الكونكشن بهذه الطريقه، الفولتج لاين 1 لاين 2 لاين 3 والنيوترال والايرث، والسي تيز لاين 1 لاين 2 لاين 3 والنيوترال. تمام طيب ده بالنسبه للكونفيجريشن اول نقطه. طيب بعد كده بننزل بالسهم داون، نختار الفريكوانسي، هل احنا شغالين 50 هرتز ولا 60 هرتز. عندنا النومينال فولتج، نضغط انتر نخش على النومينال فولتج. عندنا كذا جلاسز، طبعا هنا لاين تو نيوترال وهنا لاين تو لاين، لاين تو لاين اصلا اوريدي انت بتختار اللاين تو نيوترال دي اوريدي بتجي معاها اوتوماتيك، يعني يوزر 3. فعندنا ممكن نختار 230 اللي هي لاين تو نيوترال، معناها لاين تو لاين هيقابل لي انا 400 او 277 او 440 او كاستم. كاستم بتنزل بالسهم وتضغط انتر على كاستم، بعد كده نختار، ممكن نختار نزيد بالرايت ليفت طيب نعمل انتر عليها. يعني بتدخل الفولتية ممكن ايوه الماكسيمم بالنسبة لنا هنا 1000 فولت،
يعني انا ممكن اقيس عن طريق الجهاز ده ماكسيمم لاين تو نيوترال 1000 فولت، معناها لاين تو لاين 1700 فولت، لحد 1700 فولت لاين تو لاين ممكن استخدمها دايركت ابوف كده الا عن طريق في تي. طيب نطلع بالسهم نختار احنا 230 فولت لاين نيوترال، يعني معظم استخدامنا له في الاندستريال هي 3 فيس 4 وير 230 لاين تو نيوترال 400 فولت لاين تو لاين. تمام ده بالنسبه للنومينال فولتج. طبعا دي هو بيختار بعدين عشان يحسب لك عليها الباور كواليتي باراميتر، يعني انه اذا عندك ديب اسويل ده الريفرنس بتاعنا. ننزل تحت الليميت بتاعنا الستاندر هو الاوروبي اي ان 50 160. طيب طبعا ده ما يخص الكريتيريا بتاعت الباور كواليتي، الكريتيريا بتاعت الباور كواليتي. نجي تحت اخر حاجه اللي هي الحته بتاعت شنو النوع بتاع الكلام المستخدمين بالنسبه للكرنت والكرنت رينج. الكرنت رينج بيأثر لنا بعدين عشان نعرض في الاسكوب الويف، عشان نعرض الويف كامله لازم نختار، يعني ان احنا نتوقع انه والله التيار بتاعنا ده في الرينج بتاع مثلا 3000 امبير يعني. ف نضغط انتر نحن النوع اللي عندنا اي 430 تي اف السنسر. تمام اوتو الكلام رينج النومينال رينج كنا عشان نعرضها لنا في الاسكوب. بالنسبه للميجرمنت ما عنده مشكله، حتى لو اخترنا هنا تيار قيمته اقل من التيار الحقيقي بيقيسوا لينا كميتر، لكن كويف لازم نختار نعمل النومينال رينج بتاعنا. عندنا سنسيتيفيتي اكس 1 للتيارات الاكس 1 واكس 10، لو ضغطنا السهم على اليمين بنطلق اللي اكس 10 اكس 10 للتيارات البسيطه يعني عشان نحصل على دقه اعلى. طبعا الريشو اذا احنا كان مثلا السي تي بتاعنا ده خدتينه في سكندري بتاع سي تي، ممكن نعمل سي تي ريشو على اساس انه الامبير يطلع لنا في الشاشه هو الامبير كبرايمري فاليو ما كسكندري فاليو. طيب ده بالنسبه للفيس، ممكن نضغط اف 4 بننتقل للنيوترال كذلك نعمل السيتنج مشابهه للفيس. طبعا ده بالنسبه للكرنت، ممكن نضغط هنا اف 3 نخش في الفولتج سكيلينج، والفولتج سكيلينج فقط فيها البي تي، اذا كنا موصلين الاطراف بتاعتنا في بي تي مثلا زي في الميديم فولتج ال 11 وال 33 فبنحتاج نعمل البي تي ريشو. مثلا اذا كان عندنا مركب الجهاز الاطراف الليد في سكندري بتاع بي تي 33000 فولت الى 110 فبنجي نعمل الريشو، نضغط انتر. طبعا عندنا اصلا احنا اوريدي بالسهم الايمن ممكن نعدل الريشو. طيب اذا بقت الريشو الموجوده هنا في الجهاز ما مطابقه للريشو بتاعت الفي تي بتاعتنا بننتقل بالسهم لحد ما نصل لكستم. في كستم ممكن ننزل بالارو داون نعدل، احنا مثلا ال 33000 ل 110 الريشو بتاعته 300 فنعدل ال 1000 بالاسهم شمال يمين رايت لزياده والليفت للنقصان لحد ما نصل ل 300 ونعدل السيتنج بتاع الفي تي. طيب ده لو قلنا ده في حالة انه عندنا في تي، يعني عندنا في تي. طيب ده ما يخص المانيوال سيتنج، ما يخص المانيوال سيتنج. عندنا تاني هنا في السيتاب، في شاشة السيتاب عندنا السكوب سكيل وعندنا الفاكشن بريفرنس. بالنسبة للفاكشن بريفرنس ب اف 3 نضغط اف 3 فبتدخلنا للترند، نضغط ترند فالديفولت ديوريشن بالنسبه لللوجن 4 اور، الافريج تايم، الستارت ديلي. فنحن بالنسبه للافريج تايم ممكن 10 سكند كثير يعني ممكن ننقصها، اقل دقه عندنا يمكن 0.25 يعني كل 0.25 بيشيل لنا سامبل من الكرنت او الفولتج، يعني دي اقل دقه 0.25 سكن. ده ما يخص الترند، نضغط F5 لتوباك. بعد كده عندنا الهارمونيك، طبعا نضغط انتر. دي بيحدد لنا انه والله نحن الهارمونيك دي الريفرنس بتاعنا شنو، هل هو الفانديمنتال. طبعا اكوردنج تو الستاندرد لايت روبلي بالنسبه للهارمونيك انه في النهايه الريفرنس هو الفانديمنتال فريكونسي، فبناخدها كبرسنتج من الفانديمنتال فريكونسي. بالنسبة لإنتر هارمونيك ما عندنا إنتر هارمونيك، ما دارين نقيسها. عندنا الكي فاكتور ميثود، طبعا دي بالنسبة للترانسفورمر كي فاكتور ميثود وحسابات الكي فاكتور، يعني لما يكون الترانسفورمر موجود في لود هو لود نون لينير بولد هارمونيك. ف
دايره على حسبياته ستاندرد تقيس الكي فاكتور. التيتش دي ماكسيمم لحد الاوردر 40، ممكن لحد 50 متاح. دي ما يخص الفاكشن بريفرنس بالنسبه للهارمونيك. تاني نحن عاده ممكن دي الحيتين الاساسيات اللي قاعدين نستخدم لما نستخدم الجهاز بنحتاج نعمل لين سيتنج. يعني هنا تاني عندك البور كواليتي باراميتر، الدبس، السويل، الفليكرز، ايضا برضو السيتنج بتاعا يعني. فنحن عندك الويف كابشر، عندك الموتر انيلايزر والرش عشان الحسابات لقياس الرش كرنت، اذا عندك برضه هنا الرابط فولتج. فدي اكثر حاجات احنا الترند والهارمونكس ديل نحتاج نعمل لين في الفاكشن بريفرنس. ما يخص السكوب سكيل، سكوب سكيل فولتج رينج دي تقريبا احنا اوريدي عملنا ليه سيتنج في الكرنت رينج يعني. تمام، نعمل باك بF5. ده ما يخص الجزئيه بتاعت المانيوال سيتنج. نيجي نضغط F3، هنا عندك السيت اب ويزارد. طيب السيت اب ويزارد فيها شنو؟ هو نفس الكلام يعني الكونفيجريشن وال 50 هرتز الفريكونسي والفول نومينال فولتج. ونحن اوريدي دي عملنا عليها سيتنج والادجستمنت ليميت الستاندرد اوريدي نحن دي عملنا عليها سيتنج، فما عندنا في حاجه سيت اب ويزارد. طيب F2 عندنا الفيرشن وال كالبريشن. طبعا دي فقط بيانات عن الجهاز، اخر كالبريشن حصل ليه 200 ديت وسيريال نمبر بتاعه والباتري انفو، نسبة الشحن بتاع البطارية. طبعا هو فيه بطارية بتديك 7 ساعات، يعني انا ممكن اعمل لوجين، اعمل تسجيل لمدة 7 ساعات بزاود شارجنج بدون شاحن. طبعا حته بتاعت الريكورد دي مهمه جدا في البور انلايزر، لانه انا عاده بستخدمه في الكيسز اللي بتكون بتحصل فيها حاجه وانا بالنسبه لي ما عندي تفسير منطقي، فبيحتاج اربط الجهاز وابدا تسجيل واراقب. يعني هو ممكن فيه ممكن فيه ذاكره يسجل لي لحد 7 ايام، ف بجي بسجل بعد ما مثلا الكيس دي تحصل حصلت بدي اجي اعمل تتبع ل كل البراميتر يعني، فبقدر اعرف بالضبط الحصص شنو يعني بالضبط الحصص شنو. تمام، عندنا اخر حاجه هنا في السيت اب اللي هي اليوزر بريفرنس. اليوزر بريفرنس هي اللانجوج بتاعتنا انجلش. الفيس ايدنتيفيكيشن، الفيس ايدنتيفيكيشن انا بستخدم لو ضغطت انتر يعني انا مستخدم الترميز شنو اي بي سي ولا لاين 1 لاين 2 لاين 3، يعني مستخدم لاين 1 لاين 2 لاين 3. عندنا تاني ننزل بالسهم عندنا الفيس كلرز، الريد دارين لونه شنو، اللاين 1 ريد، لاين 2 يلو، لاين 3 بلو، وهكذا. اليوزر اي دي لو عايز تكتب يوزر اي دي. طيب عندنا تاني حاجه هنا في الفكشن بريفرنس قصاد الكي دي اللي هي الحته بتاعت الفاكتور ديفولت، ترجع الضبط لايه؟ ضبط المصنع. وكنت وعندنا برضو الفرمطه بتاعت الذاكره الاس دي كارد دي في اليوزر بريفرنس. طيب تبقى ده ما يخص السيت اب، ده كل ما يخص السيت اب. دي النقطة الأولى المهمة جدا في البور انلايزر، الحتة بتاعت السيت اب. انتهينا من السيت اب، بنجي بعد ما خلاص انتهينا من السيت اب بنجي نعمل كونكشن، نوصل السي تي والفولتج. أول نقطة مهمة جدا بعد ما وصلنا نخش الاسكوب ونشوف الفيزر دايجرام، نضغط على F3 عشان نعرض الفيزر دايجرام عشان نتاكد من السيكونس انه فعلا احنا هنا عندنا لاين 1 بالنسبه للفولتج او السي تي، هنا لاين 2، هنا لاين 3. اذا عندي رونج فيز سيكونس مثلا بقلب لاين 2 مع لاين 3 بتعدل معي. يعني مفترض يجيني هنا باعتبار انه الفيزر دايجرام بتاعي هنا انه انا ماشي الفيزر لافي انتي كلوك وايز، معناه اول حاجه زيرو الريد، بعدها اليلو، بعدها البلو. لو جاني هنا البلو قبل اليلو واليلو هنا، معناه ان عندي رونج فيس سيكونس، مفترض اعكس هنا الفيستين بتاعت لاين 2 ولاين 3. النقطه دي مهمه جدا في قياس الباور، اذا في اي فيس سيكونس رونج بتكون قياسات الباور بالنسبه للكيلو وات والكيلو فار والباور فاكتور بتكون قرايتها خاطئه.
زيه زي الباور ميتر العادي او زي الريلي يعني. في النهايه المفترض تلتزم انه معروف انه دي مفترض يكون لاين 1 هنا ولاين 2 هنا ولاين 3 هنا عشان تجي لك قياسات الباور صحيحه وسليمه. دي اول نقطه في عمليه القياس هنا بعرض الفيزر دايجرام. طبعا ده بالنسبه للفولتج، هنا مديني هيديني القيم بتاعت الفولتج لاين تو نيوترال والزوايا بتاعتها بالنسبه للفولت. لو ضغطت اف 1 بينتقل للامبير، لو ضغطت ثاني اف 1 بينتقل الى الدي بلاي الفولتج بتاع لاين 1 والتيار بتاعه لاج او ليد وطيبه. طيب لو ضغطت اف 3 بيدخلني السكوب، السكوب بيعرض لي الويفز، الويفز باف 1 برضه بينتقل انه ده عرض الويف بتاعت لاين 1 فولتج لاين 1 مع الكرنت بتاعه لاين 2 او لاين 3 او ده عرض 3 فيز فولتج. الثري فيز فولتج تصل لي هنا الريد واليل والبلو بالنسبه للفولتج، او اضغط اف 1 ثاني بالنسبه للكرنت عرض الثري فيز بالنسبه للكرنت او هنا بالنسبه للنيوترال فقط. طيب دي اول نقطه مهمه جدا بنبدا بها هي الاسكوب. بعد كده بنبدا انه هل نحن عاوزين نعمل نخش المنيو. المنيو عندنا فيها اول خيار هو الفولت امبير هيرس. لو ضغطنا انتر او ضغطنا هنا اف 5 اوكي، فهنا بقدر اقيس. طبعا هنا قال لي الشاحن ما موصل، اقول له اوكي اف 5. فهنا بيعرض لي الفولتج لاين تو نيوترال للاين 1 لاين 2 لاين 3 والنيوترال تو ايرث، وهنا بيعرض لي اللاين تو لاين فولتج، وهنا الامبير وهنا الهيرث، فقط اربعه بارامتر. ادي هنا بي اف 5 بعمل ستوب. طبعا هو اوريدي دخل لي في ريكوردنج، ف يعني ده اعمل سيف للقياسات القصه دي او اعمل اكزيت. طيب دي اول غايمه. الغايمه الثانيه الحته بتاعت الباور كواليتي بارامتر اللي هي الديب سويلز، ما قاعدين نستخدمها كتير. بنستخدم ايضا الهارمونكس كتير جدا. نضغط على اف 5 اوكي، فالهارمونيك هنا بيعرض لنا الهارمونيك في شكل بتاع سبيكترم. يعني بيعرض لي دي الفاندمنتال واحد، بعد كده بيعرض لي باقي الاوردرز اذا كان عندي ثيرد فيف سفن كده اوردر، وهنا بيعرض لي تي اتش دي. الكلام ده لانه للفولت، لو داير للكرنت اضغط اف 1 يديني تي اتش دي بتاع الكرنت، وبيعرض لي الموجات سوري السبيكترم الاوردر كريفرنس فاليو من الفاندمنتال، كريفرنس فاليو من الفاندمنتال. دي طريقه السبيكترم. عندي لو ضغطت اف 3 بعرضها كميتر، بعرض الحياه دي كميتر، وانزل بالسهم بيعرض لي حتى بيعرض لي الغيم بتاع الاوردرات بتاعت الهارمونكس بالنسبه للفولتج او بالنسبه للكرنت. طبعا احنا مختارين لحد الاوردر 50، فهيمشي معايا لحد 50 بالنسبه للفولتج وبالنسبه للكرنت. بعرضها كفاليو، يعني هناك احتمال الفيزر دايجرام القيمه تكون ما واضحه فيه وما اقدر اقراها، فبعرضها في شكل ميتر. برضه نجي نضغط اف 5 نعمل ستوب. هل نعمل سيف للقياسات دي ولا لا؟ فنعمل سيف ونختار الفايل، نختار اسم الفايل اللي هنحفظه به وهيتحفظ في الذاكره، او نعمل اكزيت. طبعا هنا في ديلي جدا لما انا اعمل كنترول على الجهاز من خلال الكمبيوتر بيكون في ديلي يعني. طيب نمره 3 برضه بنستخدمها كثير اللي هي بتاعت الباور الانرجي، قياس الباور، قياس الباور. نضغط على اف 5 اوكي او انتر. فالباور هنا بيقيس لي الكيلووات او الميجاوات حسب ما انا مختار اليونت، فهتكون هنا بالنسبه للاين 1 لاين 2 لاين 3، وهنا التوتال بالنسبه للاكتيف باور و الابيريان باور والرياكتيف باور وكذلك الباور فاكتور. لو نزلنا بالسهم لتحت فبنلقاه بيقيس لنا ايضا حاجه ثاني للهارمونكس، يعني الابيريان باور بتاعت الهارمونيك ايضا بيقرا لي الكوساين فاي. كوساين فاي هنا مقصود بها هي الديسبليسمنت باور فاكتور، مقصود بها الديسبليسمنت باور فاكتور كوساين فاي. اما الباور فاكتور هو الباور فاكتور الحقيقي. طبعا دي نسبه اللي بيقود هارمونيك، فحيكون القيمتين دي المختلفات الكوساين فاي من الباور فاكتور. تمام نعمل ستوب. تاني دي اكتر ثلاثة بنستخدمين اكتر حاجة الهارمونكس والباور في الاندستريال لودز. عندنا تاني بالنسبة للامبالانس، بالنسبة للامبالانس اذا كان دارين نشوف البوزيتيف والنيجاتيف سيكونس، وعندنا الارش. طبعا هنا لازم عندنا خاصية بتاعت الارش ان نعمل ويف كابشر، او يعني باعتباره انه الفولت امبير الفولت والامبير العادي ما بيقرا علينا، محتاجين لي دقة اعلى، عشان كده بنستخدم الخاصيه بتاعت الارش عشان نقيس الارش كارنت بالنسبه للموتور. طيب
عندنا بعد كده طبقة الحتة بتاعت اللوجر، اللوجر انه كيف انا اعمل السيت اب. طيب ما يخص اللوجر، نضغط على زر اللوجر، نضغط اوكي، شاحن ما موصل. طيب في اللوجر عندنا الانترفال مهمة 0.25 سكند، انه كله 0.25 سكند. بشيل سامبل للميجرمنت، ده الاسم بتاع الملف هيتحفظ في الميموري بيسيف، بعد ممكن نغير اسمه ليتر. تمام، الميموري 8 جيجا حاليا، في 98% 98% فري. المهم طيب نجي للديوريشن، دارينا كم 4 اور او 8 وهكذا، 16 ساعة. بعد طوالي بعد 16 ساعة دي هيحصل ليهم هيعمل لك سيف للفايل، وممكن عندنا خيار بتاع وندي. طيب عندنا بالنسبة للسيت اب ريدنج، دي نقطة مهمة، دي انا بحدد ليه البراميتر. طيب حاجة اختار احدد، يعني مثلا بالنسبة للكرنت حقيس الار ام اس كرنت، البيك فاليو، الفاندمنتال، الكريس فاكتور، الانجل وهكذا. بدي احدد، طبعا كل ما احدد براميتر كتير كل ما حمل الذاكرة، فبحدد فقط البراميتر اللي انا مستهدفة او داير اعمل ليها قياس. يعني مثلا بالنسبة للامبير ممكن اقيس ار ام اس بيك، كريس فاكتور اذا انه في هارمونيك يعني، كذلك الفولت، كذلك الباور، الانريو دي عادة ما قاعدين نستخدمها. فبجي لو اخذنا مثال، بجي بجيف مثلا هنا في الامبير، بضغط على الزر الايمن بينتقل الى الريدنج، من هنا بحدد يعني بعمل تشيك او ان تشيك اديت، او بجي هنا مثلا طبعا على الدي سيلكتد، ممكن اجي في سيلكتد وب اف 4 بعمل ريموف، ب اف 4 بعمل ريموف، بنتقل بالسهم وهكذا وهكذا. بعد ما اخترتها عملتها سيلكتد سيلكشن للبراميتر مرات قياسها، هنعمل اوكي، وبعدها نبدا عمليه اللوجن. ممكن نغير طبعا المسمى بتشين نيم، ممكن نغير المسمى بتاع الملف، عندنا هنا اف 3 دي للسبيس، وعندنا الحروف بالاسهم اب سايد داون، بننتقل من اي تو زد، وكذلك معنا الارقام. ممكن نغير ان نسميه طيبة، بالزر الايمن بنتقل الى الحرف اللي بعده. في النهايه بعمل اوكي ب F5، بتبدا عمليه بعد كده ستارت ب F5، ببدا لوجين، بسجل في النهايه، بيبدا هنا يسجل التاريخ، الديوريشن، طبعا هنا بالنسبه للريموت ستارت في حاجه مهمه اللي هي الحتة بتاعت الابديت سكرين، بمعنى انه انا لو ضغطت على الشاشة هنا الان انا ممكن اعمل اضغط على اف 3 فعليا في الجهاز اللي هي الترند، فهنا هتتغير في الجهاز هناك، لكن هنا ما حصل ليها تغيير الا اعمل ليه ابديت سكرين، بيقوم بيعمل لي ابديت السكرين هنا. لكن اذا عملت اوتو سكرين ريفرش فهو شنو، ما محتاج نعمل ابديت سكرين، فممكن ارجع لميتر، اضغط ميتر اللي هي تقريبا في اف 3، اضغط اف 3 في الجهاز يعني فعليا، فبرجع يعني بكون الشاشه حصل لها اوتو ابديت. تمام، بعد ما انتهى عملت الريكوردينج بضغط اف 5 عشان اعمل ستوب. اهم حاجه هنا لما اضغط اف 5 لازم اعمل سيف، لانه لو عملت اكزيت بكون فقدت كل الملف اللي سيفته، اللي بيكون قاعد له ساعتين او ثلاثه او يوم. ده ما يخص اللوجر. عندنا تاني زر بتاع الميموري، الميموري اللي في النهاية أنا عملت لوجن وحفظت الفايل، بجي بستدعيه عن طريق الميموري، بضغط الميموري الزر بتاع الميموري، بجي بعمل ريكول، ريكول، فبجي بنزل بالسهم بشوف المسمى أنا سميت الملف بشنو، بعد كده بجي أعمل له ريكول
او رينيم او ديليت او فيو او كده يعمل له ريكول بفايف. بجي بجي اعرض طبعا هنا في شكل بتاع ميتر، فالافضل انا اضغط اف 3 اعمله في شكل بتاع ترند جرافس. وهنا بالنسبه للفولتج بيعرض ليا، بدي هنا بضغط ال اف 2 كروسر ان زوم، وبدي بضغط في الكروسر بعمل اون عشان يطلع لي الكروسر في الشاشه. بعد كده بدي بيه هنا بتحرك بالاسهم ليفت رايت بتحرك، بشوف بالضبط في الزمن كده بقدر اقرا البارامتر. طبعا دي هنا بالنسبه للفولتج عن طريق اف 1 بنتقل للكرنت وهكذا. دي طريقه عرضه في الجهاز الملف. تمام، ممكن برضه يعمل زوم، يعمل زوم في منطقه معينه هنا زوم اف 4. طيب ده كان ما يخص اللوجن وحفظ الملف واستدعائه او مسحه او تعديل الرينيم. بعد كده طبعا ممكن اعرضه بعد مرات. هنا في العرض بيكون مثلا انا سجلت 5 6 ساعات، فبقعد زمن طويل عشان احرك الكروسر ده عشان اقدر اعمل تراسين للبارامتر. فنحن بنفضل انه بنوصل الجهاز بالبي سي ونعمل ابلود للملف ده يعني. او نطلع الذاكره بتاعت الجهاز واخدها في كارت ريدر ميموري ريدر ونجي نحمل الملف ونعرضه في السوفت وير. يعني بيكون هنا بالنسبه لنا شنو اوضع من التتبع، بتكون واضحه يعني. انا بعرض كل الفتره الزمنيه في شاشه واحده يعني، فبقدر بلاحظ انه والله اذا في تغير في الفولتج اوفر فولتج او اندر فولتج في الكرنت في كده. فدي ان شاء الله ممكن نشوف الفيديو القادم انه كيف نحمل الملف اللي عملنا له سيف، اللي عملنا له لوجن، عملنا له سيف في الجهاز في الميموري، نحمله في السوفت وير، وكيف نتعامل مع السوفت وير اللي هي الفلوك باور لوج. طبعا كلوز كده انا بقفل. انا في النهايه عامل يعني، انا لما اجي اعمل كوميونيكيشن مع الجهاز بجي بختار الكومبورت كوم 3، وبجي بختار من فايل بجي بختار ريموت كنترول، اختار ريموت كنترول بيعرض لي الشاشه. فهنا دي بريف انترودكشن تو هاو تو يوز باور كواليتي انلايزر، فلوك تحديدا باور كواليتي انلايزر. وشكرا جزيلا والسلام عليكم.